المحاضرة الأولى في العقاقير البذور the seeds. تعريف البذرة the definition the seeds is a mature fertilized oval containing an embryo. إذن نقدر نقول أن البذرة هي عبارة عن مبيض ناضج مخصب يحتوي على الجنين originated from fertilized egg ovules المشتق أساسا من المبيض المخصب. وظيفة البذور the function of the seed is to ensure the propagation of the plant. إذن يضمن عملية تكاثر النبات. marks on the outer surface of testa. معك هناك ملاحظات أو ما يسمى العلامات الموجودة على سطح الغلاف البذري. heliums and microbiota. إذن عادة تحتوي البذرة أو غلاف البذرة على الميكروبايرس والهيليوم. الكتان أو بذور الكتان المنشأ النباتي لبذور الكتان. اللينسيد is the dry ripe seed. إذن الجزء المستخدم هو البذور الجافة الناضجة. اسم العلمي للنبات اللي هو لينام أوسيتيسيميم لين العائلة ليناسيا. طبعا هذا السلايد أو هذا الجزء هو عبارة عن جزء حفظي 100%. لماذا؟ لأنه يعتمد أساسا على الاسم العام للنبات باللغة الإنجليزية. الجزء المستخدم هو البذور الجافة. الاسم العلمي للنبات وهو باللغة اللاتينية لينام أوسيتيسيميم مع العائلة ليناسيا. هنا المواد الفعالة أو المحتويات الموجودة في نبات الكتان. نبات الكتان يحتوي على 30 إلى 40% من الزيوت الثابتة. وكلكم تعرفون ما هي الزيوت الثابتة. الزيوت الثابتة عبارة عن أحماض دهنية مشبعة أو غير مشبعة مع مشتقات إيش؟ الجليسرين. الجليسرين أيضا هذه الزيوت الثابتة أو الفيكسد أويلز تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الغير مشبعة أو ما نطلق عليها عادة بالأوميجا 3 أو أوميجا 6. part of date تعتبر part of date أو جزء إيش؟ ذات قيمة غذائية عالية بسبب إيش؟ يحتوي على الفيكسد أويلز، بتحتوي على البروتين، تحتوي على نسبة عالية من البروتين 25% بروتين، تحتوي على 3 إلى 6% of ماسلايج بالإضافة إلى الساينوجينيتيك جلايكوسيدس لينامارين. إذا الساينوجينيتيك جلايكوسيدس عبارة عن مركبات تحتوي على عنصر السيانين، أو نقدر نقول إنه الساينوجينيك جلايكوسيدس عبارة عن مركبات تنتج أثناء التحلل بالأحماض أو الإنزيمات سيانيد الهيدروجين أو غاز سيانيد الهيدروجين السام. إذا هنا أكيد تعريف الفيكسد أويلز معروف الآن عبارة عن إسترز خليط إسترز of fatty acids saturated or unsaturated with glycerin أو مشتقات الجليسرين. بروتين عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية الببتيدية. المسلج عبارة عن مركبات من مجموعة الكربوهيدرات الغير متجانسة. طبعا طريقة التعرف معك هنا فيكسد أويلز ممكن تعرف عليها بواسطة ما يسمى عندنا بالألكانت نيتشر أو السودان 3، وهذه الكاشفين يعطي لون أحمر مع الفيكسد أويلز. أما البروتين ممكن نستخدم له الميلون ريجينز. ميلون ريجينز كاشف ميلون ريجينز يعطي لون أحمر مع البروتينات. أيضا البيكريك أسيد سوليوشن. بيكريك أسيد سوليوشن البيكريك أسيد سوليوشن مع البروتينات يعطي يلوك سوليوشن. أيضا الأيودين سوليوشن مع البروتين يعطي يلو سوليوشن يلو كولرز عفوا. إذا عرفت الآن كاشف الفيكسد أويلز وهي عبارة عن الكانت نيكشر وسودن 3. كاشف البروتينات معك ثلاثة من الكواشف وهي أولا الميلون ريجينت ريد كولرز، البيكريك أسيد سوليوشن يلو كولرز، الأيودين سوليوشنز يلو كولرز.